السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبدا معكم الفلوق ديال هذا النهار ونشارك معكم ان شاء الله بزاف وبزاف ديال الحاجات. اليوم فلوق متنوع في بزاف ديال الحاجات اللي ان شاء الله تستفدوا منهم. اول حاجه ما كرهتكمش انكم تخليوا لي واحد اللايك الى عجبكم بيان سور الفيديو، وما كرهتكمش تخليوا لي كومونتير. اكيد كنحترم جميع الاراء ديال المتتبعات الغزالات ديالي كاملين، وبغيت نقول لكم شكرا على التفاعل ديالكم في اخر فيديوهات اللي حطيت لكم هنا، خطيتكم عليا البنات. وكما تنقول لكم ديما وكما غنعاود نقول لكم، حتى انا كنشكركم بدوري، حيت نتوما بالنسبه ليا شي حاجه مهمه في حياتي. كتشاركوا معايا نتوما بزاف ديال الحاجات، كتفيدوني حتى نتوما بدوركم بزاف ديال الحاجات. الحمد لله هادشي اللي كنديروا على القناه ودائما تنقولها لكم، كنفيدكم وتفيدوني في نفس الوقت. المهم انا كما كتشوفوا معايا ديتكم معايا اليوم السوق. انا صراحه كنحماق على انني نمشي للسوق نتقدى، كيعجبوني دوك الاجواء الشعبيه اللي كتكون في السوق الصراحه. وتبارك الله بلادنا الحمد لله عليها، تبارك الله الخيرات موجودين ما شاء الله، اي حاجه زعما تشهوا راه موجوده تبارك الله. هنا كما كتشوفوا درت صراحه التقضيه ديال السيمانه، كانت خاصني خضره لي فخوي، ما كانش عندي في الدار حتى شي حاجه، مشيت تقديت. وسيرتو ان هذا النهار كنت خرجت انا والوالده، راه ديجا تشوفوها معايا، كنتوا تشوفوها معايا في السوق، مشيت انا وياها باش خدينا خضيره، كنت مشهيه الكسكسو ديال الوالده، الكسكسو ديال الوالده. واخا اليوم راه ماشي الجمعه البنات، ولكن الصراحه تشهيتو وعيت لها قلت لها جي نتغداو مجموعين وديري لنا كسكسو صايبينه، وهي تجي عندي كما قلت لكم. مشينا للسوق اول حاجه خدينا داكشي الخاص، وصافي هي خليتها كتقاد الكسكسو، انا جيت مقاد واحد البلا هنايا ديال لي فخوي يكون مشكل، سيرتو اننا غنتغداو زعما هكا العائله مجموعين. بالنسبه لهذا البلا البنات اللي كنحط فيه الزوين صدق ليا غزال، كنت خديته من عند جاسمان ديكو كونسيبت ستور. من هنا بعدا بنت نقول ليها مبروك عليك المغازان الجديد حبيبه، الله يكمل بالخير، الله يدخلوا عليك بالصحه والسلامه وبكل ما كتمني. هذيك الانسانه غزاله والتعامل ديالها راقي جدا، شحال من مره البنات شكرتها لكم، ظريفه وفي المستوى، وكما قلت لكم كتعامل مزيان. والاغلبيه ديال الحاجات اللي كتشوفوا عندي مؤخرا راه كناخذهم غير من عندها. هذا البلا هذا فاش كنقد انايا لي فخوي، والاخر فاش دايره الفاكهه بجوج راني واخدهم من عندها، صقت لي لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. هادو ينفعكم حتى على حساب الضياف، تبارك الله كيهزوا كميه اللي هي كبيره. ها نتوما غتشوفوا معايا زعما تبارك الله شحال غادي يهز ديال الفواكه كما قلت لكم. الا كانوا عندكم البنات الضياف ننصحكم انكم تجيبوا بحال هاد لي بلا، هادو كيجيو في الحطه زوينين زعما في الطفل المنيدر ديالهم زوينين، كتشكلي انت لي فخوي ديالك بالطريقه اللي انت بغيتي وكتقدي فيهم، كيجي زوين وحلو في الشوفه، تقدري ديري حتى لي بيتي سواغي، ديري فيه حليوه الصراحه، هو متعدد الاستعمالات. كما تقدري ديري فيه بحال هكا فاش كنكونوا مجموعين نهار السبت، كتكون العائله مجموعه هكا انت وليداتك وراجلك، تبغوا تفرجوا في شي فيلم وتبغي تحطي هكا واحد البلاطو اللي يكون مشكل بين مملحات وحلويات. كنت ديجا شاركت معكم هذا الاقتراح، حتى هو بلا اللي كيكون كما قلت لكم هكا متنوع وجامع لكم كلشي في نفس الوقت، وكيجي زوين الصراحه. انا كيعجبوني هادو، راه كنظن بلي مازالين ديسپونيبل عندهم في المغازان، كنظن بلي راهم مازالين كاينين. المهم كما قلت لكم غادي نحاول نصايب واحد الطبيصه اللي يكون منوع مشكل في الفواكه كاملين. بعدا من هنا بغيت نقول واحد السيده كانت كتبت لي في اخر فيديو بلي كتوحم على المهايا المنون، المهم كل واحد شنو كيقول ليها، قالت لي هادي المهم هادي اللي غنقطع دابا المنون. قولي واش المهايا ولا المنون شنو كتقولوا ليها؟ ولا كنظن واقيلا المهايا بوحدها والمنون بوحدها، المهم انا ما عرفتش الاسماء تيتخلطوا. المهم سولتني قالت لي فين غتلقيها، شوفي اختي بغيت نقول لك بلي راه الا كنتي في اكاديا سوق الحد راه موجود حتى في مرجان. كنت انا اخر مره كنت خدو في مرجان، ولكن صراحه فاش مشيت للسوق سوق الحد لقيتو زعما طري على اللي كنت لقيت في مرجان. حيت انا دائما كنصحكم بالنسبه لي فخوي ولا الخضره ولا كلشي، احسن حاجه تاخذو من السوق. انا مني كنكون مضطره وما عنديش الوقت باش نمشي للسوق، ولا كتديني الوقت هكا لي غون سيرفاس، كنكون مضطره انني نقضي غرض وصافي. ولكن دائما الحاجه الطريه الحاجه اللي كتكون زوينه راه كتلقاوها في السوق، حيت السوق دائما كتجدد السلعه وكتكون حاجه اللي هي طريه. المهم هنايا كنا تغدينا كما قلت لكم، جلسنا باش ناكلوا هذا الطبق ديال الفواكه اللي انا قديت. بالنسبه لهذيك اللقطه ديال الكسكسو البنات، صيبتنا الويده واحد القصعه ديال الكسكسو ما شهيتكم فيها، غير هو ولا كيوقع لي هذا المشكل مؤخرا بزاف، هو انا كنصور بزاف ديال اللقطات ما كنلقاهمش الوقت فاش كنبغي ندير مونتاج
واش كنكون انا ما حلاش الكاميرا ما ردش البال، اولا المهم ما عرفتش فين كاين المشكل بقى نرد البال. المهم خليكم معايا كملوا معايا الفيديو. يلا وصلوني بالنسبه للمخاد اللي كنت قلت لكم اخر مره راني غادي نبدل بهم هادو اللي انا ديجا حاطه. المهم انا غادي نحطهم ونوريكم كيفاش غايجيو. هادو البنات كومونديتهم من عند لبنى، لبنى شوب اكادير. لبنى كنظن كاملين كتعرفوها حيت صراحه كومونديت عندها شحال مره بالنسبه للمخاد، كومونديت عندها شحال مره بالنسبه لي كوفر اللي كندير على في بيت الناس. صراحه كدير داكشي زوين وكانت كتجيو حتى لي تخيك ديال اكسيون يعقلوا على الناس اللي الصراحه متبعيني شحال هادي. انسان الله يعمرها دار غزاله وخدمتها متقونه وكدير داكشي زوين. المهم انا خديت عندها هاد المخدات هادو، راه كتصيبهم لكم على حسب العبارات اللي بغيتو ولا حسب لي كولور اللي بغيتو حتى لي موتيف اللي بغيتو كديرهم لكم. واحد القضيه بغيت نجاوب واحد السيده كتبت لي في كومونتير، ها نتوما مني انا كنصور لكم من هاد الزاويه هادي على حسب الاضاءه. انا دايره رينغ لايت دابا باش هكا تكون الاضاءه شويه مجهده، وحتى الشرجم محلول كيبان لكم بلي الكنابي بحال اللي ضاربين فيه جوج ديال لي كولور كما كتشوفوا هنا وهنا. ولكن ها نتوما الا جيت من هنايا الا صورت لكم من هنا كيبان نفس اللون، فهمتوني؟ يعني غير الاضاءه البنات هي اللي كتلعب دور الاضاءه اش من زاويه زعما ملي كتصوري. اما الكنابي راه نفس اللون نفس الثوب، هذا الثوب راه اونتي تاش واخا البيج ما تخافوش منه زعما الا عندكم وليدات صغار او لا ما تخافوش نهائيا، سهل في النيتواياج ديالو. زعما كتاخدي غير البرودوي اللي كنمسحو به هكا الثوب ديال اونتي تاش وكتمسحي به، او لا غير لي لانجيت. شي انا بعد المرات والله الا غير لي لانجيت البنات هكا كنمسح تندوز الا بانت ليا شي طبيعه وكتحيد السور بلاس، ساهلين في النيتواياج ديالهم ما تخافوش منهم. يعني راه الناس كيخافوا صراحه سيرتو اللي عندهم وليدات صغار تيقول لك احنا كنبعدوا على الوانات اللي كيكونوا فاتحين، ولكن بالعكس راه الوانات الفاتحين كيجيو زوينين واي مخاد تقدري ديريهم معاهم كي يعني كيبان بحال اللي بدلتي السجور ديالك اولا الصالون. انت كتبقاي تلعبي غير بلي كولور ديال لي بيتي كوسان وهذا، فهمتوني؟ كما قلت لكم بالنسبه للون راه نفس اللون البنات غير الاضاءه كما قلت لكم لي اش من زاويه انا ملاش كنصور لكم. دابا غادي نحط الخديات وغادي نقدهم ونشوفوا عاود كي غيجيو، وبعدا ما نعاودش لكم شحال ديال الاراء. المهم كل وحده وشنو قالت لي، انا كنحترم الاراء ديالكم كاملين حيت كتبقى كل وحده وذوقها. حنا ماشي كلنا بحال بحال، ذوقنا ماشي كلشي يعني نفس الاذواق تختلف كي تنقولوا. كل وحده وشنو قالت لي على داك الكوان كافي راه ما نعاودش لكم. اكيد ما نقدرش زعما ناخذ بعين الاعتبار الاراء كاملين، ولكن كنحاول نشوف الحاجات اللي انا غادي يجيو. بالنسبه للكوان كافي كاين اللي قال لي امينه رجعيه للكوزينه، كاين اللي قال لي جات ما زوين، كاين اللي قال لي حطيه في الكوتي الاخر. المهم كل وحده وشنو قالت لي، انا صراحه حطيته في الكوتي الاخر جا احسن جا باين، تما بحال اللي كان مخبي ما باينش. المهم حتى نحط المخديات وغنوريكم عاود الشكل ديال السيجو كيفاش ولا. بعد ما قديت كلشي غادي ندوز لاسبيراتور. بالنسبه للكوبو ديال البنات من نهار خديتها ما بدلتش هاد الكابسول هادي اللي كتكون فيها اللي كتطلق الريحه، ما نعاودش لكم ريحتها شحال زوينه، ما نعاودش لكم. ما كرهتش انا شي بارفان صراحه اللي مقرشه في الدار تكون بريحه هادي اللي كنحطو في الكوبولد، كتخلي ريحه زوينه ريحه النقاوه. فاش كدوزي هكا لاسبيراتور كدوزيها وفي نفس الوقت كتطلق لك ريحه زوينه، كتبقى لك ريحه زوينه في الزربيه. وحتى فاش كتكوني كتجفي وكلشي صراحه البنات والله تعرفوا وتعرفوا الدور ديال لاسبيراتور اولا هاد الكوبولد بالضبط شحال مهم في الحياه. يعني انا متاكده حتى شي وحده فيكم ما غتبقى بلا ما تشريها، حيت بصح بيني وبينكم كتسهل الحياه. كما قلت لكم راه كتعتبر سيستيم دو نيتواياج ماشي غير اسبيراتور عاديه، راه كتصبن وكتجفف وكدير كلشي كتحيد الغبره. المهم بزاف كتنفض راه ما شاء الله كتصبن الماطلات. انا الحمد لله كنقولها وكنعاودها ما ندمتش نهائيا حيت خديتها. هنايا خديت واحد ديفيزور من عندنا دوش شوبي، البارفيم غير اللي كاين في العزيب غنديكم نيت معايا اليوم ان شاء الله لعندهم. خديت عندهم البنات هاد الديفيزور ديال ريتويلز، كما كتشوفوا الريحه ديالو فنه وكتبقى صراحه عاطيه في الصالون. غادي نحلو وغادي ندير في دوك العويدات ديالو وغادي نخليه، من بعد غادي ندير لكم هكا جوله خفيفه باش تشوفوا شنو هما التغييرات اللي انا درت في هاد السيجور اللي مازال ما
هاد السيجور صراحه كل مره كتقولوا لي حاجه كنبدل حاجه. المهم اليوم كنتمنى يكون عاجبكم كل شيء وتقول لي امينه صافي كل شيء هو هذاك ما بقيتي تبدلي حتى شي حاجه، حيت صافي راه عييت ما نقدرش مازال نبقى كل مره نبدل. تبارك الله ما شاء الله الاراء ديال البنات شحال كانوا كثار. المهم كما كتشوفوا معايا الخديات كيجيو بحال هكا، انا صراحه عجبوني كما كنقول ديما كتبقى كل وحده والراي ديالها وكل وحده وشنو كيعجبها. انا جاني اللون اللي درت مع هاد لي كانابي هادو جاو زوينين وصراحه زعما بانوا هكا زوينين في الشوفه. وبالنسبه لهذاك الكوان كافي درتو في هاد الكوتي الاخر صافي البنات هادي هي بلاصه دابا ما غاديش نبدلو صراحه. الناس اللي قالوا لي الكوزينه صراحه ما عنديش بلاصه فين نديرو في الكوزينه هادي اولا، وثانيا جاني ماشي بخاتيك في الكوزينه حيت انا كنحتاج قهوه اكثريه في البلاصه اللي كنكونوا جالسين قدام التلفازه. كتكون يلا تغديتي بغات تشربي قهوه، جاو عندك صحاباتك تبغي تعطيهم قهوه، نفضل انه يكون في سيجور وقريب ليا كلشي على اليد. كما قلت لكم البنات نفضل انه يكون في السيجور شي بلاصه اللي كنجلسوا فيها كتكون قريبه انني نوض نوجد قهوه لضيافي ولا لراسي ولا لراجلي فهمتوني. المهم بعد ما ساليت كلشي ساليت التخمال، ماشي التخمال صراحه غير داكشي اللي كنديرو كل نهار، ما التخمال خاصو نهار كامل. دوزت رشيت هذا البارفان كتعرفوني مع الريحانه تنحماق على الدار تكون فيها ريحه ليا زوينه. هنا بغيت نشارك معكم واحد لاستيوس البنات هكا تطبقوها الناس اللي عندهم هاد لي فلوغ اللي كيكونوا ناشفين وكيبقاو مره كيطيح منهم وكيرونوا لينا الدنيا. يكفي انكم تاخذوا لا لاك اللي كنثبتوا به الشعر مثبت الشعر وكترشيه عليهم راه كيبقاو ثابتين ما كيبقاوش هكا يترموا. كما قلت لكم مره كتلقاوهم مروني لكم هكا الطبله ولا مروني لكم الزربيه. صراحه هاد القضيه هادي نفعتني بزاف وليت كنديرها لهم بحال هكا صافي وليت كنتهنى من هاد القضيه كما قلت لكم انهم يرونوا لي الدنيا. من بعد غادي ندوز مباشره باش ندوش. قبل بغيت نشارك معكم هاد البيجامات صافي البنات راه برد الحال، حنا يلاه جا عندنا البرد في اكادير. الناس ديال اكادير غتعرفوني عليا اش كنهضر. يلاه برد الحال صراحه هاد العام ما خديتش كاع بيجامات سخان نهائيا ما خديتهمش حيت ما دوزناش البرد، ما لبسنا مونطويات ما خدينا بيجامات سخان لا حتى شي حاجه. المهم عاد كومونديت واحد جوج بيجامات من عند بيجاما ستايل بغيت نبارطاجيهم معكم حيت بزاف الاسئله كيجوني على البيجامات اللي كنلبس في الروتينات ديالي. امينه فين خديتيهم اللي كتاخديهم سيرتو انهم تبارك الله ما شاء الله كيديروا موديلات كيحمقوا. انا نخلي لكم مانكان لابساها باش هكا تشوفوا الموديل ديالها كيفاش كيجي زوين بزاف وكتجي راقيه. البنات اللي كيكونوا كيبغيو يبانوا راقيات واخا جالسين في الدار تلبس حاجه كتكون متوله. خديت هذه البيجامه الاخرى اللي حتى هي كتحمق كيجي مع البنات هذا اللي كدير على الراس ولا تقدري تحيديه على حسب انت وشهوتك وكتجي بحال كيجي عليها بحال شكل مونطو من الفوق. انا نسميه مونطو حيت ماشي بينوار حاشا واش يكون بينوار. شوفوا لي شحال غزال شحال كيحمق ولا كاليتي ديال الثوب فنه وسخ. وعاد كتجي البيجامه بحال هكا من التحت كما كتشوفوا فيها الدونتيل هنا في الكميمات وعند العنق وفي السروال من التحت. المهم كيجيو كيحمقوا في اللبسه ديالهم. يلاه دوشت جيت استعملت واحد الماسك للبشره ديالي كنت غادي نستعمل ديال لا مارك ديال اونيور بريفيليج كتعرفوني انا كنحمق على كسرتو في الماسكات القماجات كنبغي الحاجات اللي كيكونوا طبيعيين. لقيت الماسكات ديالي كلهم تسالاو عاد غادي نخرج واحد شويه وغنديكم على النيت في البارفوم غير باش هكا نوريكم البلاصه فين كناخذ حيت بزاف كتسولوني امينه فين بلاصه ديال البارفوم غير اللي كتاخدي منه المنتوجات ديال اونيفير بريفيليج ديال سكينه. هذوك البنات بعينيكم غامضين شتي هذوك المنتوجات ديالها الصراحه والله الا واعرين. وكاع البنات اللي جربوا لاغام كيصيفطوا لي في انستغرام تيقول لي امينه شكرتي وعرفتي شنو شكرتي بصح لاغام ديالها زوينه وفعلا كتعطي نتيجه زوينه. يعني ماشي غير كي كنقولوا كديري الحاجه غير باش ديريها لا كديريها غير هو كيخص شويه المداومه. بالحق الماسك اللي انايا مستعمله اليوم درت هذا ديال فيلوغا واخا كيما قلت لكم كنبقى انا كنفضل الحاجه الطبيعيه بالنسبه للماسكات الصراحه درت اليوم هذا ديال فيلوغا زوين حتى هو كيعطي نضاره للبشره. واستعملت هذوك لي باتش اللي ديما تنهضر لكم عليهم صراحه زوينين البنات لهاد المنطقه. انا بعدا كنشوف ليا تحت عينيا هنا راه كيبغي عنايه اللي كتكون خاصه بحال هكا لي باتش تبقاو ديروا لا كريم ديال كونتور دي زيو شي حاجه اللي مهمه بزاف. وبالنسبه للشعري راه باقي فاز المزق ما شفتو غادي نشوف حيت غادي نخرج واحد شويه. استعملت هاد البارفان ديال اونيفير بريفيليج هادي خصكم تجربوها. الثمن ديالها بنات 200 درهم الناس اللي كيسولوني الثمن ديالها 200 درهم. ريحتها فنه واللي كيعجبني فيها سيرتو هادي بالضبط ان كيفاش كترشيها على شعرك ما كتعاوديش ترشيها حتى للغسله الثانيه فهمتوني. شحال ما غسلتي 3 ايام 4 ايام على سيمانه ما غسلتيش شعرك حيت شعرك عارفين ما كيخصناش نغسلوه كل نهار
واخا دوشي زعما شعرك حاولي عليه غير مره في السيمانه ولا جوج المرات راه كافيه بالنسبه للغسيل ديال الشعر باش هكا ما يطيحش لكم شعركم. كما قلت لكم كتبقى شاده الريحه حتى الغسله الثانيه زوينه بنا الثمن ديالها رخيص وراه ثلاثه ترشات اربعه كافيين. ديري رشي على المشطه ودوزي عليها دوزي هكا زعما على شعرك راه كتبقى ريحه اللي كتحمق. المهم انا واحد الشويه غنخرج كما قلت لكم وغادي نديكم معايا ان شاء الله. بالنسبه للبيجامه اللي بارطاجيت معكم هي هذه شوفوا لي هاد الديطاي البنات تاعكم هي ما شحال فنان احمق صراحه على هكا اي حاجه فيها الدونتيل راكم عارفين اللي قلت عليكم قبل. وديما كتسولوني على البيجامات اللي كنصور لكم بهم لي روتين اميره في كتاخذيهم دائما بيجاماتي اللي كتشوفوهم ستيلين زوينين هذوك البنات كناخذهم عند بيجاما ستايل كما قلت لكم. خديت هذه بارطاجيتها معكم وخديت هذيك الاخرى بما ان راه براد الحرف اكادير حنا بعدا ما دوزناش البرد هذا العام حتى لهاد الوقيته يلاه يلاه بدا كيبرد الحال. وبغيت نبارطاجي معكم هادو ايدو كان ديال الشلوح ديال الامازيغ تحيه الامازيغ في مكانو. هذا واحد الكادو صراحه جابتو ليا فزيختي كانت في تفراوت راكم عارفين هادو موجودين تبارك الله في تفراوت انواع واشكال فني تقدر تلبسهم حتى مع العصري فني كيحمقوا انا كيعجبوني. جابت لي انا وصوفيا بحال بحال كما كتشوفوا صراحه فاش غتشوفوها صافي غادي يعجبها الحال بزاف. صافي هادشي اللي كاين وكما قلت لكم غادي نوضب باش نوجد راسي وغادي نمشي باش نهز بنتي من ليكول وان شاء الله نديكم معايا. مشيت للبارفوم غير كما قلت لكم ديال نادو شوبي اللي تبارك الله كنظن بلي الناس ديال اكادير كامل كيعرفوه كاين في العزيب جا الشارع. المهم داك الشارع بالضبط ما عرفتش شنو سميتو. المهم البلاصه سميتها العزيب. نادو شوبي بعدا تحيه لناديه تحيه كبيره ليها من هنايا انسانه غزاله وفي المستوى. المهم في البارفوم غير ديالها فين كاينين المنتوجات ديال سكينه ديال اونيفير بريفيليج. انا كنت كنحاول نوريكم شنو كاين في ستوك تبارك الله كاع المنتوجات راهم في ستوك. كاين السيرومات كاين السيروم ديال لوفيك دو بارباري البنات حتى هو هذا ديال الشعر خطير البنات هذا زوين بزاف بزاف بزاف. الناس اللي كيكون شعرهم شويه متقصف من التحت جربوا هذا وردوا عليا الخبر كيحمق لي بارفان. بارفان الشعر اللي هضرت لكم عليه هو واحد القضيه اللي عجبتني صراحه راهم كيبيعوا بنفس الاثمنه ديال لا مارك ديال نيت لا مارك فهمتوني. كاين بعض المرات كتلقاو لي بارفان غير ملي كيحطوا عندهم شي مارك كيزيد واحد النسبه مي هنايا راه نفس الاثمنه ديال لا مارك هما اللي كاينين هنا يعني سوا خديتو من لاباج سوا خديتو من البارفيم غير راه نفس الاثمنه. هنا كنت كنوريكم لو جيل نيتوايون هذا اللي ما كنستغناش عليه عاود خديتو واعره البنات احسن حاجه جاتني مع البشره ديالي ما نشفات عليا متى حاجه. كاين صابون البلدي بالشوكولات كاين صابون البلدي بفلور دورونجي. الناس اللي ما تيقدروش على الريحه ديال الصابون البلدي كاين التبريمه وكاين هذا الكوماج اللي ننصحكم به ماشي مليون في المية مليار في المية واعر خطير هذا البنات ديال الشوكولا. الا مشيتو قولوا لهم عطيونا الكوماج ديال الشوكولا ديريه على وجهك وقوميه وصيفطي ليا ميساج في انستغرام. انا متاكده بلي غيعجبك الحال وغتكوني فرحانه بالنتيجه حيت هذا بالضبط كيبان الفرق اللي زعما كيبان لك الفرق في وجهك. بديت كندخل نخرج عليكم في الهضره كيبان لك الفرق في وجهك من الاستعمال الاول تبارك الله. وهنا كنت كنجيب لكم دويره في البارفوم غير تشوفوا راه كيديروا اي حاجه البنات راها اوريجينال غير باش تعرفوا هذه القضيه. انا متاكده منها مليون في المية حيت نادو شوبي واحد ولا ناديه واحد الانسانه اللي معقوله تبارك الله عليها منتوجاتها كلهم اصليين 100% واصلا السمعه ديالها تبارك الله راه سابقه في مدينه اكادير. الاثمنه ديالها حتى هما مناسبين ومعقولين ما شاء الله عليها. والله الا كيعجبني الحال فاش كنلقى عيالات تبارك الله بحال هكا اللي خدامات على ريوسهم وسيرتو انهم معقولات وكيبيعوا برودوي اللي هو زوين وكيعطي واحد النظره على المراه المغربيه اللي هي زوينه بزاف. من بعد ما خرجت بنتي من ليكول ديتها مشينا لواحد الغيستورون اون فاس مع البحر منها نبدلوا الجو ومنها بنتي دير الكوتي. بما انه البنات الجو هذا النهار كيحمق صبات واحد الشتيوه الجو غزال غزال طقت صوفيا من ليكول جينا باش نديروا الكوتي. صوفيا دري مع البنات قولوا لاباس ياك شتي لي لايك اللي خلاو ليك ولي كومونتير وقول لهم ميرسي ميرسي. دابا باش ندير البوتي ومنها حتى حنا نتعشاو انا وفوزيه. هلو فوزيه قال لك اختي اش كتبقى هز هذاك التليفون انت هي ما صورك بقى هز هذاك التليفون. جينا لواحد الغيستورون اون فاس مع البحر يا سلام عرفتي الدنيا خاويه لا سيرتو ماشي الويكاند زعما وسط السيمانه كتكون الدنيا خاويه كتجلسي ترونكيل والجو كيحمق كتكون يلاه صاب هذيك الشتيوه اون فاس مع البحر ما نعاودش لكم الجو رائع زوين بزاف. يلاه طلعت واحد الشميشه غير دابا ما تبارك الله النهار كامل الجو غزال الحمد لله بعد الله عطانا على قد النفع يا ربي امين. حنا راه قاعدين يلاه بدات كتصب لنا الشتا شويه شويه ما راكم عارفين صراحه هذا العام يلاه يرحمنا وخلاص. المهم صوفيا
احسن بيتزا عندها هي مارغريتا ولا طون. هادشي عندك بنتي خليها تتبرد ياك. كما قلت لكم صوفيا خدات بيتزا مارغريتا بالصحه والراحه الزين ديالي. حيدي الموطو ديالك الا جاك الصهد حيت راه دابا طلعات الشميشه كتبان ليا. فوزيه خدات سلطه ما عرفتش شنو سميتها الصراحه. المهم واحد سلطه فيها داكشي مخلط. وانا خديت سلطه ميلفي. ما عقلت على سميت لا سلطه ديالي ميلفي وطن. وشوفوا لي لا فيو البنات. الله الله شحال كتحمق لا فيو هنايا. سنة واحد الكالم ناكلو ترونكيل.